على وقع التوترات على الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، يبحث رؤساء سبع دول في شرق إفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي التوترات المتصاعدة بين الجارتين، وعلى سلم الأولويات نشر قوة إقليمية لضبط الأمن. وكانت الكونغو الديمقراطية رحبت باقتراح كينيا نشر قوة على حدود البلدين، ولكنها رفضت قبول مشاركة رواندا فيها. ووفق نيروبي، فإن القوة الإقليمية المزمع نشرها ستعمل جنباً إلى جنب مع سلطات المقاطعة المحلية، وبالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار ونزع أي سلاح غير شرعي. تحرك دول الجوار يأتي في أعقاب تجدد القتال قرب حدود البلدين، واتهام كينشاسا لجارتها كيغالي بالسعي للسيطرة على أراضيها الغنية بالمعادن عبر دعم جماعة M23 المتمردة في شرق الكونغو التي تقف وراء الاشتباكات مع الجيش الكونغولي. وتنفي رواندا مزاعم جارتها بإرسال قوات إلى شرق الكونغو أو دعم حركة التمرد هناك، ويعد هذا أحدث تصعيد في النزاع بين البلدين اللذين لهما تاريخ طويل من العلاقات المتوترة. وحركة 23 من مارس تعرف أيضاً باسمها المختصر M23، ينتمي قادتها إلى مجموعة التوتسي العرقية التي ينحدر منها الرئيس الرواندي بول كاغامي، وهي واحدة من أكثر من 120 جماعة مسلحة تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية. وسيطرت الحركة على غوما لمدة وجيزة عام 2012، لكن عملية مشتركة لقوة الأمم المتحدة والجيش الكونغولي سحقت التمرد، واستأنفت الحركة القتال نهاية العام الماضي متهمة حكومة كيغالي بعدم احترام اتفاق وقعه الطرفان في كينيا، ونص على دمج مقاتلي الحركة في صفوف الجيش.